يعني أبسط شيء أن إحنا في دول الخليج كانت متأخرة عننا كثير. يعني أن إحنا لما عرفنا في المجال المصرفي الخليج ما كانوا بيعرفوا حتى الاستعمال البطاقات والصرافة والتحويل وكل الخدمات المصرفية ما كانوا بيعرفوها. في الوقت الحاضر هم يتقدموا بقى أكتر مننا. أن إحنا يعني شيء طرأ فجأة، الشعب كله الأمة السودانية كلها كانت يقينة أنه تحفظ ماله ممكن يتحفظ عن طريق البنك، مش خزن في البيت ولا في المحلات. فجأة نتيجة لسياسة الحكومة أو سياسة الجهاز المصرفي بقى حقك أنت في البنك ما قادر تتصرف ولا قادر تسحبه. أيوة عندك أنت رصيد فيجرز أرغام، لكن you don't have cash. يعني دي كانت مشكلة كبيرة. أنا عايز أعرف المشكلة. المشكلة مستحيل تكون عدم وعي من الشعب السوداني، لأنه الشعب السوداني كان الواحد فيهم إذا لقى 10,000 جنيه يعني أأمن مكان له كان البنك. فجأة نتيجة للسياسة بتاعت الحكومة الناس حجبت على البنك، لأنه أنت عندك قروش في البنك، عندك بزنس، ما قادر تكمل حتى بزنسك نتيجة للسياسة المصرفية. السبب المباشر ليه حصلت ندرة في الكاش؟ هل لأنهم ما طبعوا بنك نوت، ما طبعوا ورق، ما طبعوا الحاصل شنو؟ بس مباشر، إجابة مباشرة. ياريت تعيد تعريف نفسك دكتور منو، معلش مرة ثانية. دكتور منو؟ دكتور إذاعة محمد عطيت الله، دكتوراة فلسفة إدارة عامة بريطانيا. ما شاء الله. أنت جاوبت على جزء من ال... أحمد عرف برضو نفسك عشان أنا أحمد بحمد أحمد علي صوتك. أنت جاوبت على جزء من من السؤال، يعني أنت قلت السياسة العامة. فالسياسة العامة هي عندها مشكلة كبيرة جدا جدا. التمويلات اللي حصلت من الجهاز المصرفي الفترة مؤخرا للمشاريع الحكومية طويلة الأجل طبعا أثرت، لأنك أنت التمويل ده بيشيل أنت من الجهاز المصرفي، والجهاز المصرفي أصلا البنك هو ما عنده قروش. البنك هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن حفظ للإداء تحت المبالغ تحت المودعين. اللي حصل إنه التمويل الحكومي فترة مؤخرا طبعا تم بصورة كبيرة جدا، وغير كده التمويل ده بيكون على 10 سنين على 15 سنه من الجهاز المصرفي. طبعا دي على حسب السياسه الماليه. نحن لازم نفرق في سياسه ماليه وسياسه نقديه. السياسه النقديه والسياسه الماليه بتختلف من بعض. السياسه الماليه هي طبعا هي المفروض تكون مورده للمشاريع العامه. فالمشكله انه تم ياخذ تمويل من المصارف التجاريه، ودي المشكله هسه الان الحاصله اول حصلت. بعد ذلك على مدى 4 سنين أو 5 سنين بقت البنوك تاخذ من قروش المودعين، ومن ثم بعد ذلك يعني مشكله ازمت. يعني فدي الاجابه المباشره بالنسبه للمساله. عشان نحن نحل المشكله بقت في مشكله بتاعت انه يا اخي يجي يقول لك يا اخي احنا نطبع، هل الطباعه هي الحل؟ الطباعه ما هي الحل. يعني هسه الان ممكن تلقى فيه كاش جدا جدا بمبالغ كبيره جدا جدا شيء، لكن ما حد يشتري له حاجه. دي مشكله، لانها حتقلل القيمه بتاعت النقد عندنا نحن بالضبط كده. فدي المشكله والاجابه بصوره مباشره، وكل الناس قاعده تتكلم عن الموضوع. يلا شباب وده خلاص فطر. خش 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 بيجوا خش بيجوا. بيحتاج لانه بناقلين بس مباشر بس. تعال خش خش. خش يا رواق حبيبي تعال تعال بيجوا. ما في مشكله ما مشكله ما مشكله. يا اخوانا اللي عنده اي سؤال ولا تعقيب يجي قريب لانه البث مباشر. في ناس متابعين معانا اكثر مننا برا. عرف نفسك. أنا اسمي هشام، هشام الفاضل. ارفع المايك قريب على حسب انت ما كنت بتتكلم. ارفع المايك المايك قريب. انت قلت انه في 20% من الكتله النقديه قبل المشكله بتاعت ازمه الكاش هي اللي كانت بتغذي البنوك. قرب المايك ليك عشان ما كده. فلحد ما حصلت المشكله ما كان في مشاكل بتاع الكاش في البنوك. يعني معناه ال 20% كانت بتغطي الديماند بتاع الكاستمرز. اللي حصل انه الشعب السوداني اللي عنده كاش في البنوك بدا يلاحظ انه الفاليو اوف ذا ماني بيقل. يعني هي الاشكال اشكالين، ما اشكال واحد، هي ما كانت مدرك من البدايه. هي من البدايه كانت فاليو اوف ماني، الناس بدات تسحب الكاش وتشتري بيه دولار. ليه؟ لانه احنا عندنا بلاك ماركت بيتحكم في السوق، مش كده؟ السبب الاساسي اللي خلق الانكريز الزياده بتاعت السوق الاسود كان البانكرز نفسهم، البنوك نفسها. ليه؟ لانه الفاينانسنج للامبورت بتاعك
بيعتمد على حاجه واحده، بيعتمد على الاكسبورت بروسيدز، مش كده؟ والاكسبورت بروسيدز البنك السوداني المركزي مانع انه يتم تداوله خارج الدائره البنكيه، فالاكسشينج بتاعه بيتم داخل الدائره البنكيه. اول حاجه عملتها البنوك بقت بتتاجر في الامر، يعني بتناديك انت امبورتر عندك اكسبورت بروسيدز، بيقول لك تعال اقعد، بيقعدوا بيجيبوا الاكسبورتر اللي عنده اصلا الحصيله، بيقولوا له يا اخي الزول ده عنده عايز حصيله وانت بايع وانت مشتري، اتفقوا مع بعض وطلعوا لنا نسبتنا، صح ولا غلط؟ الكلام ده ادى لزياده بتاعت سوق اسود، طوال السوق الاسود اترفع، معناه السودانيين لما مشوا سحبوا ال 20% الموجوده دي، سحبوها لانه في فاليو اوف ماني هم فاقدينه. بعد ذاك الحكومه بدل الديماند ما قادرين يغطوا الديماند بتاع زباينه، عملوا حاجه بسيطه، حاولوا يشجعوا الناس انه يا اخواننا استعملوا الالكترونيك بانكينج، وفشلوا في الامر ده لانه خلقوا سوقين، خلقوا سوقين هم نفسهم ما زول ثاني، البنوك نفسها. يعني لو تتذكر في ديسمبر في 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 فبراير في 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 نوفمبر حصلت مشاكل بنك الساحل والصحراء ومشاكل بنك الخرطوم. ليه حصلت المشاكل؟ لانه كل الانفولد بارتيز فيها كانوا كوربت، كانوا فاسدين. يعني انت لما تيجي تقول انه الشعب السوداني فاقد او بيتعامل مع الامر ده تعامل بدون وعي، يس في نسبه بتاعت عدم وعي، لكن النسبه دي جات لانه الحكومه وسياستها جبرت الناس. ما منطقي انا اقوم اخسر عشان خاطر الحكومه تكسب، صح ولا غلط؟ انا عندي قروش الليله، عندي 10,000 جنيه بس في البنك، انا بعد 15 يوم ال 10,000 دي قيمتها 5,000. معناها شنو؟ معناها الشعب السوداني ما اخطا لما مشى البنوك وسحب الكاش دي، ما فيها ثمن كلام، عشان يشتري بها دولار عشان يحفظ قيمه كاشه، ما اخطا. معناها العلاج شنو؟ العلاج انك انت يو هاف تو كنترول الريت اوف اكسشينج، تسيطر على سعر الصرف في السوق الاسود، ده ما في وقت اثنين ثلاثه، سيطر على سعر الصرف في السوق الاسود، قدرت توفر دولار للامبورترز كان بها ما قدرت توفر دولار للامبورترز بالضبط ثرو الاكسبورترز كان بها ما قدرت، يو هاف تو فايند انذر سوليوشن، فاينانسينج من برا، اعانات، وات ايفر. لكن طول ما انت مادي البنوك الكوميرشال بانكس الاثوريتي انها تكون صله وسط بين اكسبورت وامبورتر، معناها قطع الشك حيكون في كوربشن، معناها قطع الشك السوق الاسود ما حيجيب، معناها انا ما في سبب يخليني اخلي قروشي في البنك نهائي. كلامك صح فعلا، دي حقيقة. يعني احنا هسي مشكلة من المشاكل اللي بتواجهنا يعني في كل السودان، أي زول عارف الفساد دي بادر اثنين ثلاثة، الفساد هو أصلا سوى المشاكل دي كلها، حتى السوق الأسود نفسه يا اخواننا الكان بيتحكم في السوق الأسود، يعني الكلام ده ما صح، الحكومة نفسها صح ولا ما صح؟ ولو الحكومة أعضاء من الحكومة الكلام ده ما كان واضح، الحكومة نفسها هي كانت تعتبر واحد من باير يعني السوق الأسود، الحكومة عشان توفر الدقيق والزين، الحكومة عشان توفر الدقيق والبنزين والجاز والدواء كانت تشتري من السوق الاسود، مادام تشتري من السوق الاسود معناها هي رفعت سعر قيمه الدولار في السوق الاسود، ليه سعر الدولار نزل؟ بالضبط كده، انت لانه اي انكريز في اي زياده في الطلب او بيحسبوا اصلا في ندره في السبلاي معناها هيحصل انكريز في البرايسز. هسه ليه الدولار نزل؟ الدولار نزل لانه الحكومه نفسها بقت ما طرف اساسي في الشراء، بس اختصار يعني الشعب السوداني ما اخطا، الشعب السوداني بيحافظ على حقه بيحافظ على قروشه، اخطات الحكومه، اخطا بنك السودان المركزي، اخطات البنوك التجاريه في انها بتتعامل مع الكاش كفاليو يمكن التربح منه. السلام عليكم، انا مسلم علي. طيب نقطتين، السياسه كانوا بيتبعوا الحكومه مع السوق الاسود، كان هو كليها بتاع الحرب طيب مصنعي أنا كويس، الحكومة فاتت كويس، في النهاية كانت بتتعامل مع تجار السوق الأسود كحتة أو منطقة بتاع الصراع كويس، أكثر من ما إن هم تعتبرهم كشريك استراتيجي في المرحلة كويس. ونحن عارفين في أي سوق عشان نحن نخلق الوزنة لازم يكون عندنا طرف موجود وطرف سالب، فليه الحكومة أو مقترح الحكومات الجاية في إنه بدل ما أنا أبدأ حارب في السوق الأسود والسوق الأسود حنستعمل معي استراتيجيات كويس، نحن لقينا إنه في كل خطوة هم عملوها كويس السوق الأسود اتبع استراتيجيات معينة على أساس إنه
يحارب القرار اللي طلع من الحكومه كويس. فالسبب اللي بيخليهم كحكومه على الحاجه كويس انه انا اتعامل مع سوق اسود كويس كحته بتاع المحاربه ومنطقه بتاع الصراع. هم صراحه الرقم في السوق سواء كان في عمله صعبه او في غيره, لان انا بعتبرهم شريك استراتيجي ودخلهم معي في الجيم كويس, ولا اوفر لهم حته بتاع ساتوريشن او حته بتاع التشبع في انه هو يكون شريك في المحن فهي فلوس استثمارات معينه انا شغال فيها. تمام. طيب دي النقطه الاولى او السؤال الاول, ليه انا ما اعتبر السوق الاسود اكثر من الحته بتاع الصراع لحته بتاع شريك استراتيجي. السؤال الثاني كويس, السؤال الثاني كويس في انه خطواتك انت كبنك سودان مركزي او اي بنوك فرعيه كويس في انك تقدر كويس تعيد الثقه للمواطن من جديد في الجهاز المصرفي كويس, حتعمل شنو كويس؟ دي انا الان بتشوف بالنسبه لي, لانه الليل انا حتى لو البنك كويس فتح في انه يا جماعه يا اخي تعال ورد فلوسكم وانا حديكم, انا الحته بتاعتك كاستمر ما عندي اللويالتي او الحته بتاعت الثقه في انه انا اتعامل مع الثاني كويس, لانه انا جربتك وانت خسرتني كويس. دي النقطه الثانيه اللي هو النقطه الاولى قلنا ليه ما نعتبر السوشيال استراتيجي انا او انت كبنك كويس, كيف تقدر تعيد الاستراتيجيه اللي انت هتستعملها عشان تعيد ثقه المواطن بتاعك في الجهاز المصرفي من جديد في انه السيركيليشن بتاعت الموني سايكل دي ترجع ثاني. تمام. الحاجه الثالثه وكان اتكلم عليها قبل شويه الدكتور كويس في انه انت بديت مرحله بتاعت وعي او مرحله بتاعت انك تنقل الكاش فلو كويس, لان الشغل كله يكون الكترونيك سيستم في وقت انت تتكلم عن اقل مقاومات من التحتيه كويس للعمليه دي كويس ما متوفره. تمام. اللي هي من ناحيه بتاعت بوينت اوف سيلز كويس, انفراستراكشر كلها عموما تعبانه. تمام. وبنتكلم عن انه انت حتوفر لي خدمه كويس لواحد في المئه من المواطنين, يعني انا الليله بعتبر روحي انك عامل بسيط. تمام. بمشي بركب مواصلات ما فيها نقطه بتاعت بوينت, بمشي سوق المركز عشان اشتري خدمات, ما بمشي اشتري من الامثال ولا من غيره. فتكلم عن انك انت عاوز تنشر لي وعي في حته كويس is not available, او نعتبره ولا كده نعتبر انه انا زور في البيت عندي مثلا اخواني الصغار بمشوا المدرسه كويس, اخواني الصغار بمشوا المدرسه ديل هم داري لهم اكل وشراب وحاجات دي في المدرسه بتعاملوا بيها بالكاش. فطريقه انك تقدم توعيه من لشريحه كبيره من المجتمع في انه هو مجرد الاكسس لها او بشوف انه ذات انا عشان افتح لي بنك اكاونت دي رفاهيه كبيره جدا, يعني انا يكون عندي بنك اكاونت وعندي طلب بتاع صراف عالي امشي اشتغل بها في الخدمات. ف زي ما بقول دائما انه لازم يكون في مرحليه بتاع نشر وعي كويس, وكيف اقدر انا افهم الطبيعه المختلفه لكل منطقه كويس, لكل منطقه ولكل شريحه بتاع المجتمع كيف انا اقدر اخدمها كويس. فالبروسيجر اللي انا مفروض اتبعها في المرحله دي عشان انا اقدر اوصل الحاجه دي مع التباين الكبير في مستوى الوعي وفي مستوى الثقافه وفي مستوى الفهم وفي مستوى التعامل حتى البسيط مع الكريت بتاع الايتام. شكرا. تكلمت عن النقطه الاولى عن ان الناس يكون هم جزء من الثاني ولا في ليش. انا احمد من بكسلان. بالنسبه للقصه بتاعت انت تكلمت عن ال بابا صلاح عام, تكلمت في النقطه الاولى عن ال ايوه عن السوق الاسود. طبعا في الهند حصلت قبل كده الكلام بيقولوا المضاربين نفسهم هم ذاته, يعني البنك المركزي ذاته بيجي يسهل لهم عشان هم يضاربوا. كثرة المضاربة طبعا ذاته مشكلة بالنسبة لعدم تحديد السعر. كان ده قاعد يحصل. فصح الكلام ده ممكن يحصل, لكن احنا مشكلتنا هسه الان انتاج دي حقيقي. يعني انت هسه الليلة لو جيت شفت ميزان المدفوعات بتاعتنا حتلقاه مايل, لانه احنا الريبورتس بتاعنا اكثر من شنو الاكسبورتس اللي هو الواردات بتاعتنا اكثر من الصادرات. نحن اذا ما نحن دعمنا الانتاج ودعمنا الانتاجية
ما حيكون في حل. في مشكله ثانيه, نحن هسه الان كل الحياة اللي نحن بننتجها وبنصدرها هي رو ماتيريالز. يا جماعه الرو ماتيريالز دي اكبر مشكله. ليه هسه الليله نحن بنصدر جلود واقطان وحبوب بتاع الزيوت, بيجينا شنو؟ بيجينا ملابس, بيجينا احذيه, بيجينا زيوت وغيره. الحاجات دي يا اخواني بتجينا بسعر مضاعف. الطن بتاع السمسم انت الليله اذا بعته كطن بتاع سمسم انت استوردته الليله كزيت بيختلف سعره, بيختلف. الكلام ده حاصل ولا ما حاصل؟ نحن ذاتنا لازم نطور في الانتاجيه بتاعتنا. هسه الان احنا نتكلم عن الانتاج البدائي يا اخي. قطن جلد ما يا اخواننا هسه الليله قارن بس بين مثلا الاحذيه ذات الاسامي يعني العالميه بتكون بكم, والطن بتاع الجلد بكم, او الجلد كامل بكم. شوف الجلد بيطلع كم جسمه. يعني احنا ذاته لازم القصه مش الانتاج والانتاجيه بس, لا الانتاجيه النوعيه دي هسه احنا ذاتنا مشكلتنا فيها. احنا نودي الرو ماتيريالز كلها, ليه نودي الرو ماتيريالز؟ لان احنا ما يا جماعه نوفر المصانع دي, لان احنا ما نحاول نزيد من الـ من الـ من الـ من الانفراستراكشر بتاعت المصانع بتاعتنا. وده الكلام ده كان حاصل في فتره من الفترات, كان عندنا ساتا وعندنا باتا وكان عندنا غيره وغيره وغيره, بنصدر صح وبنستفيد من الحاجه دي. المساله ذاتها استراتيجيه عامه مش استراتيجيه بتاعت بنك مركزي. بنك مركزي براه ما حيقدر يعمل حاجه في الموضوع ده, وده موضوع منتهي. لازم تكون في استراتيجيه عامه, ونحن نتمنى انه الحكومه الجايه دي تكون فعلا تكنوقراطيه وتخط لنا خطه استراتيجيه بالنسبه تبني لنا يا اخي الخطه بتاعت الانتاجيه نفسها ذاته تتغير. يعني انا غايته رايي الشخصي رو ماتيريالز معنا ما في تقدم في الموضوع ده, حتى لو انتجنا بكميات مهوله جدا جدا. الكلام ده قاعد يحصل الان في اللحوم. اللحوم دي نفسها قاعد تتصدر تحت السوداني وبتمشي برا ويتم اعاده تغليفه وبتتباع من دول اخرى ثانيه باضعاف مضاعفه. ليه؟ لانه نحن يقول لك يا اخي المزارع بتاعتنا ما محترف بها عالميا وما عندها عايزه. نفس القصه قاعد يحصل للفواكه وهكذا. يعني الرو ماتيريالز ما حيكون حل حتى لو نحن انتجنا بكميات كبيره, لازم يكون في نوعيه في الانتاجيه. الليله مثلا تعال شوف كوريا هسه الليله لا عندها حديد لا عندها مويه. دكتور انور طبعا الله عارف الكلام ده, ما في اي موارد طبيعيه. انا واحد من الناس مشيت كوريا لما سالتهم قلت لهم يا اخي انتوا سبب التقدم بتاعكم ده شنو؟ الناس عندهم الان اكثر من 500 مليار هم بيديروها يا اخي في الاحتياط بتاعهم, ما عندهم اي مورد, لا عندهم حديد لا عندهم مويه لا عندهم خشب ما عندهم اي شيء. في حين انه يا اخي الليله الان شوف كوريا الليله بتصدر كم من الهواتف, كوريا بتصدر الليله كم من العربات حول العالم, وما عندهم رو ماتيريالز. الناس اللي ما عندهم رو ماتيريالز لكن نوعيه الانتاجيه هي اللي بتختلف, وهي اللي حتحول لك الاقتصاد بتاعك. الناس اللي ما عندهم شيء غير حاجه واحده بس جاوبني عليها, قال لي نحن عندنا العقليه, نحن عندنا العقليه. هم بالعقليه بتاعتهم دي قدروا ينتجوا انتاج تمام, انتاج نوعي, انتاج صحيح يا يرفع من بلده, وده اللي حصل في الكلام. وغير كده استفادوا من شنو؟ نحن عندنا برضو مشكله ثانيه الامبارجو, المقاطعه دي اثرت على الانتاجيه بتاعتنا. نحن يا اخوان نحن الان ما عندنا, نحن كل اللي قاعد نجيبه بنستورد حتى المكان الطريقه العقليه بتاعت الانتاج بنستوردها من الصين. فهنا الصين بتشيلها من امريكا وبتشيلها من اوروبا. نحن عندنا مشكله بتاعت امبارجو كبيره جدا, وبتمنى ان شاء الله لما تيجي حكومه مدنيه وان شاء الله لما تيجي حكومه تكنوقراطيه نحاول نفتح مع علاقات خارجيه بدل الحلقه المفرغه دي. الحاجه الثانيه انت تكلمت عنها, قلت ازمه الصيغه. للاسف ازمه الصيغه هي ازمه نفسيه وليست ازمه اقتصاديه, دي اكبر مشكله. عشان كده الناس لما تتكلم عن الازمه بتاعت الصيغه واعاده الصيغه في الجهاز المصرفي حتكون مشكله. يعني الا يكون في شنو, يعني انا واحد من الناس ما عارف الحل شنو بصراحه اتكلم معكم. يعني انا ما خبير شديد في مساله إعادة الصيغة بالنسبة للجهاز المصرفي, لكن أنا حتى قدامك ده بشوف إن هي أزمة أزمة الصيغة. لكن حصل حل قبل كده في واحدة من الدول زمان في إنجلترا تقريبا حصلت الأزمة دي. الناس اللي عملوا حل ذكي جدا جدا, عملوا استخدام بالكاش, هم خلقوا سوقين لكن سوقين بصورة يعني ذكية جدا جدا. أي استخدام بالكاش بيزيد فيه السعر بالعكس الحاصل هسه الآن. لما يقول لك تيجي تشتري يا اخي عايز تحول اراضي, عايز تحول الاراضي الضريبه عليه مثلا يقول لك 20% مثلا اذا كان عمليه بتاعت كاش, عمليه بتاعت تشيك او عمليه مصرفيه. العمليه دي مثلا حتكلفك بالضرائب 2%, خلت الناس تمشي تودع عشان تحاول شنو, تحاول انه يكون عندها ايداع في 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 في, في المصارف بتاعتها. الكلام ده لما يحصل هنا عندنا حصل بالعكس, هنا الكاش عندنا محبس اكثر من شنو, اكثر من الشيك. لكن دي كانت سياسه بتاعت الدوله انك انت استخدام حتى في البنزين. انا صراحه ما مذكر الدوله شنو, حتى في البنزين زادوا سعر البنزين بالكاش اكثر من البطاقه. النازل في فتره من الفترات دي كانت دي سياستهم عشان يحلوا مشكله الكاش, والكاش فعلا رجع البنوك. يعني ده حل بسيط جدا. اتكلم ثاني عن
اخر حاجه ثالثه تكلمت على الانفراستراكشر فعلا. لكن انا بقول لك حاجه ثانيه، الانفراستراكشر اخواننا فعلا محتاجه جهد. انا جاوبت معك في الحته دي، حتى ذكرت لك الهند قلت لك انها هي استخدمت المساله دي في انه يا اخي جابت الناس المضاربين في الموضوع ده وحفزتهم كمان. النقطه الاخيره تكلمت عن الانفراستراكشر، ايوه اتكلمت عن الانفراستراكشر. الانفراستراكشر ده ارجع لك بس بحاجه اذكرك بها، الاي تي ام منو كان زمان بيعرف يستخدم صرافات؟ الليله تعشف الناس اللي واقفين في الصرافات، هل كلهم متعلمين؟ هل كلهم طبقه متعلمه؟ هل كلهم طبقه متقدمه؟ لا لا، الفرق بتاع التقنيه ده بقى يعني حاجه غصبا عننا. نلقى الناس بتستخدم سمارت فون في حينهم ممكن يكونوا يعني علاقتهم يعني تعليمهم بسيط وبدائي وما في اي حاجه دي. لكن تعال عليه شوف استخدامه بالنسبه للسمارت فون. الليله في تطبيقات بتاعت بنوك بيتم استخدامه من ناس بسيطين، ناس بسيطين جدا جدا، ممكن يكون يا اخي قاري ادوبي ابتدائي. لكن انا اقول لك انه ده ما عايق انه الناس تستخدم التقنيه دي بالنسبه يعني بالنسبه للشكل العام. الانفراستراكشر طبعا المفروض توفر الدوله، ما في اثنين ثلاثه، المفروض توفر تقنيه الاتصالات، لانه اصلا تقنيه الاتصالات هي القايمه على هي الاساس والبيز بتاع الالكترونيك سيرفيسز اللي هو بتاع الخدمات المصرفيه الالكترونيه. فدي مشكله حقيقيه. في حاجه هسه الان انا بعمل في 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 رساله بتاعت ماجستير اسمها ديجيتال ديفايد ان سودانيز بانكينج سيكتورز، اللي هو الفجوه الرقميه في الجهاز المصرفي. الفجوه الرقميه شنو؟ الفجوه الرقميه بتقول انه في مجموعه من التطبيقات، لكن عندنا شنو يا اخي؟ المجموعه الاستخدام بتاع التطبيقات ضعيف جدا جدا. هل المشكله شنو؟ تعقيدات التطبيقات، عدم وجود انفراستراكشر، عدم توعيه، عدم الخلفية بتاعت الناس. الموضوع ده هسه الان انا ماشي فيه، فبوادر الحاجه ظهرت لي منها الانفراستراكشر حقيقه، دي واحده من الحاجات اللي بتواجه الناس، لانه في مناطق مختلفه ما الناس ما قدرت تصل للاستخدام الالكتروني. يعني بتلقى مثلا في 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 اقاليم مختلفه ما في خدمه بتاعت اتصالات، حتى الاتصالات خليك من الانترنت، الحياة دي كلها إذا ما في انترنت ما بتبقى، الكلام ما ممكن يبقى طبعا. الريسك مانجمنت. قالك الوحدة بتاعت الريسك في بنك السودان. الريسك مانجمنت بالنسبة لشنو لكن؟ لقيت وحدة بالضبط. قوم امسك المايك. طيب خليني بس اجاوب على الحته بتاعت الانفراستراكشر. الفجوه الرقميه دي برضه مشكله من مشاكلها الثقافه بتاعت الناس. ثقافه الناس ما بتقدر، يعني انت مثلا الثقافه دي ما حتجي تغيرها بين يوم وليله، والطبيعي يغلب شنو؟ التطبع. دي حاجه مهمه جدا جدا لازم نحن نحطها في بالنا، لكن فرض الحاجه خلت الناس تستخدمها. الفرض زمان لما 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 جاء قرار انه جميع المرتبات يتم صرفها عن طريق البنوك عن طريق الاي تي ام، كل الناس اتوجهت للاي تي ام. اللي ما بيعرف يستخدم اي تي ام بقى يستخدم اي تي ام، حتى الزول اللي ما بيعرف يقرا ويكتب تحيه انا لاحظت له بيعرف يستخدم كيف الصرافه الاليه. فنحن عندنا مشكلتين، مشكله الانفراستراكشر بتاعتنا صراحه ضعيفه، الاتصال بتاعنا ضعيف، لكن ممكن الناس لقدام اول الان مع توسيع الشبكه وغيره ممكن الناس يعني تبني انفراستراكشر. تكلمت وقلت تعال عرف نفسك محمد. قوم البتاع طويل جدا منك. السلام عليكم. احمد جون محمد جون احمد مصرفي برضه. مصرفي وين في البنك؟ لا اذا كده في العمل تمام. طيب يلا البنك السودان ده لما كان في الازمه الحاصله دي مفترض انه كان يقاطب الريسك مانجمنت او اداره المخاطر دي مع حيث القائد صح؟ المخاطر في المصارف عموما، ويستفيد من تجارب كثيره في بازل 1 وفي بازل 2 برضه حصلت كثير في العالم، وان الناس دي برضه اتطورت صح؟ انا دي مثلا النقطه الداري اتكلم فيها انه البنك السودان ذاته ما كان مفترض انه يقبل، وانه الكلام ده مطروح عليه لكن مفترض انه بالذات النظام المصرفي ما نظام سهل، يعني الاقتصاديين ديل لازم يكون على منحنى حاجة ومنحنى، في إدارة مخاطر، في وكالة الائتمان المصرفي، حاجات كثيرة انه في المصارف دي مفترض انه الناس تتشاور على حتى يصدر قرار مثلا
انك انت تحجم من الناس السيولة والقرية دي كلها لازم انها شنو تتوضح بصورة واضحة. معنى كلامك صح؟ تعرف الناس سريع بالنسبة لبازل. بازل دي هي عبارة عن مجموعة من المعايير تم إطلاقها في مدينة اسمها بازل في سويسرا في حاجة اسمها بنك التسويات العالمي. فهو ده فيه حاجة اسمها نظام الإنذار المبكر. نظام الإنذار المبكر هو وريك يا أخي الهزر بالنسبة لي يا أخي في خطورة في التمويل، في خطورة في السيولة، في خطورة في كده فعلا. بالنسبة لنظام الإنذار المبكر ده طبعا يعني البنك مثلا ينقل المعلومه بيقول يا فعل في مشكله بتاعت سيوله في البنك الفلاني او مشكله وفعلا بيقول الحقيقه، لكن السياسه الماليه كانت طاغيه على السياسه النقديه، فبالتالي كان في مشكله عدم الاستغلاليه نفسها ذاته في الجهاز المصرفي، عدم الاستغلال الكوربشن اللي احنا بنتكلم عنه هو دي واحد من الناس اللي ادت للمفاسد، يعني مشكله من الحياه اللي ادت للمشاكل. ممكن المركز يرسل هذا ويرسل انه يقول فعلا في مشكله حقيقيه بالنسبه للسيوله بالنسبه للتمويل بالنسبه لغير، لكن دي واحده من المشاكل. اي يد تخش في الجهاز المصرفي تسبب له بالمشاكل. برنانكي لما اوباما خاطبه في ازمه الديون الصينيه وقال له يا اخي اطرح لي تيبلز جديده اللي هو شهادات حكوميه، برنانكي ردد واحد قال انا ما بقدر اصرف لك ولا شهاده واحد. حتى حصلت مشكله بتاعت ازمه الديون الصينيه لو بتتذكروا الكلام. الاستقلالية هي المشكلة، الاستقلالية في الجهاز المصرفي، الاستقلالية في كل الأجهزة الحكومية دي كان مشكلة. النظام الشمولي الفات ده دي مشكلة من المشاكل اللي كانت أدت للمسائل دي كلها. نحن نجي كلها وبنعود في النهاية في دائرة واحدة، إنه السياسة العامة هي اللي أثرت عندنا بالنسبة لنا في اقتصادنا وفي سياساتنا وفي حاجاتنا العامة كلها يعني. طيب في سؤال هنا من اللايف يقول لك إنه كيف نحفز المغتربين لتحويل للتحويل عن طريق القنوات الرسميه ومحاربه تجاره السوق الاسود؟ طبعا في مشكله كبيره انه الفرق بين سعر السوق الموازي وسعر السوق الرسمي، ودي مشكله من المشاكل. انا برايي اذا كان في لجان مثلا بتحفز انه زي ما قاعد يحصل مثلا في اثيوبيا هسه الان، اثيوبيا فيها نسبه كبيره عاليه جدا من المغتربين بالخارج، لكن تعال شوف الناس اللي عندهم ليميتيشن بالنسبه للتحويلات. اذا حولت 100,000 دولار خلال كده بيدوك مثلا شقه في عندهم نظام السكن الفئوي، عرفت كيف؟ عندهم يا اخي يدوك سجل لشركه، يحفوك من الضرائب، في حوافز كثيره وفي تجارب كثيره. دي واحد من الحاجات اللي ممكن نحن نستخدمها. ليه ما نستخدمها؟ يعني بدل انك انت يا اخي حتى ذات فكر انتاج، يعني يقول لك نحن حنديك يا اخي سجل تجاري تشتغل به من ضريبه لمده كم سنه، حنديك شقه تملك. يا اخوانا الحاجه دي هسه الان حاصله حتى بالنسبه للشغالات الموجودات من دوله اثيوبيا. بيقول لك يا اخي نحن حنسافر لانه عندنا سحب بتاع شنو؟ سحب بتاع شقه او سحب بتاع سكن. الكلام ده حقيقي وحاصل، عارف ليه؟ لانه نازل بيحول تحويل رسمي، نازل عندهم التحويل الرسمي. فدي واحده من الـ من الـ من الاليات اللي هم مثلا استخدمتها هسه الان اثيوبيا نهضت بها. اثيوبيا الان نهضت اذا جينا نتكلم عن 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 صد النهضه، صد النهضه هل تصدقوا انه ما فيه اي تمويل خارجي؟ هو تمويل اثيوبي. من وين الكلام ده؟ الكلام ده كله من تحويلات المغتربين. فالحوافز الحقيقيه هي اللي بتخلي الناس يتحول تحويل رسمي. اذا ما بقت في حوافز نحن نرجع نقول السياسه العامه اللي هي بياخي بتسهل للناس دي، حيكون في يعني اذا ما كانت موجوده المشاكل حتكون في محل. ما في جهه براها حتقدر تحل المشاكل دي لوحدها، ما في يد واحده بتصفي. السياسه العامه دي كلها لازم تمشي مع بعض. طيب في برضه تعليق من محمد بلديه اللي المفروض يحصل دعم لصغار المنتجين بدون فوائد وضمان مشروع تحت اشراف وزاره الصناعه. انا ما سامع. المفروض يكون شنو؟ في دعم لصغار المنتجين بدون فوائد. نعم. وضمان المشروع تحت اشراف وزاره الصناعه عشان يساعدوا الصناعات التحويليه. ايوه. في الان التمويل الاصغر تقريبا هو يعطى كقرض حسن
من المصاري دي إجابة لجزء من الإجابة. بالنسبة لل بالنسبة للشغل بتاع وزارة الصناعة صراحة أنا ما عندي معرفة كاملة إنه كيف وزارة الصناعة ممكن تدعم صغار المنتجين في المسألة دي بالنسبة لجهات التحويل. لكن التمويل الأصغر يعطى كقرض حسن، فبالتالي القرض الحسن طبعا نحن حتى ذاته ما يقول كلمة فوائد، لأنه فوائد دي كلمة ربوية، لأنه الفوائد حتى ذاته دار أوريكم بعدين الفرق بين الفوائد والأرباح شو، لأنه القرض الحسن طبعا ما عليه أرباح، ما عليه نسبة أرباح، هو قال فوائد. يا أخوانا كلمة فوائد دي الآن قاعد تتكرر كثير، ما في حاجة اسمها فائد. سعر الفائدة هو عبارة عن سعر مركب ومتزايد، يعني انت ممكن تكون مدين ب6000 الفائدة بتاعتك 12000، زي ما حصل الآن عندنا نحن في 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 قروض السودان. قروض السودان الآن 53 مليار دولار، لكن الأصل بتاع القرض ما فايت له 12 مليار 15 مليار دولار. ال 53 جات من الفائدة المركبة. أن نحن عندنا هنا نظام إسلامي، النظام الإسلامي ما فيه فوائد لكن فيه نسبة أرباح، نسبة الأرباح طبعا ثابتة مهما يكون، حتى ذاته لما يجي بعدين في التعشر بدوه فترة لحد ما هو يسد. دي الفرق بين الأرباح وبين الفوائد. الناس بيقول لك يا أخي هو نظام إسلامي، يقول لك نظام إسلامي فيه أرباح، كيف يعني فيه فوائد؟ ما في فوائد. الفوائد دي حاجة بتزيد مع كل ما تزيد إحصارك هي بتزيد، وبالتالي ممكن تتضخم وتبقى أكبر من شنو؟ أكبر من أصلا المبلغ نفسه. طيب السلام عليكم. معظم كمال الدين حسين، خريج إدارة ومتخصص في المحاسبة المالية. أنا طبعا يعني في النقاش بتاعك في كم موضوع أنت ذكرته. قريب المايك. أول واحد الموضوع بتاع السياسة النقدية، يعني تكلمت عن المصطلح بتاع السياسة النقدية، وتكلمت تاني حاجة عن السياسة المالية. كويس. وانا من يعني اطلاعي كده للمنظومه بتاعت الاقتصاد مثلا، انه وزاره الماليه هي قاعده فوق بتحيد بنك السودان، تاثير الحاجه دي على القيمه بتاعت تاثير الحاجه دي على القيمه بتاعت النقد بتاعنا ذاته. يعني نحن واحده من اهم الحاجات التحديات الكبيره اللي نحن واجهناها في الفتره اللي فاتت اللي هو الهبوط الحاد لسعر العمله السودانيه. الحاجة دي أثرت على كل السودانيين، هل هي لوجود بنك السودان تحت مظلة وزارة المالية، هل الحاجة دي عندها تأثير على الموضوع بتاع القيمة بتاعت العملة؟ فأنا دايركت تتكلم لي باستفاضة أكتر عن الموضوع بتاع في الموضوع بتاع السياسة النقدية والسياسة المالية. تضيف على الموضوع ده برضو البنية ذاته بتاع بنك السودان موجود تحت تحت وزارة المالية. كلام جميل. نحن طبعا عشان نفرز بين الكلام ده كله، انت كلامك ده هو شقين، السياسة المالية والسياسة النقدية. انت عايز تعرف الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية. طيب يا اخوان، السياسة المالية والسياسة النقدية مختلفات تماما، وكلهم تحت اطار السياسة العامة، السياسة العامة للدولة. السياسة المالية ادواتها و و و و و بالنسبة يعني لعملها مختلف تماما عن السياسة النقدية. السياسة المالية طبعا تتحكم فيها على حسب نحن عندنا موجود الآن بالنظام في السودان هنا. السياسة المالية هي مسؤولة عن الإيرادات وعن النفقات، تمام، عن الإيرادات وعن نفقات الدولة. يعني كل إيرادات الدولة جاي من جمارك، جاي من رسوم متحصلة من غيره، من E15، دي بالنسبة للإيرادات. السياسة المالية تتحكم في الإيرادات والنفقات. النفقات بالتأكيد سواء كان نفقات هي خاصة ب ب ب بمشاريع تمويلية أو غيره، أو بالنسبة لمصاريف الدولة، التسيير العام بالنسبة للمبالغ اللي بتدفع، مرتبات أو مثلا كل التزامات الدولة الداخلية والخارجية. جميل. دي بالنسبة لها. السياسة المالية فيها بتحاول طبعا بقدر الامكان توازن ما بين الايرادات والنفقات عشان تحاول تجيب البالانس، لانه يا اخي اذا زادت الايرادات زادت عن النفقات طبعا دي حاجه ممتازه، لكن احنا عندنا هنا وضع السودان دائما النفقات اعلى من الايرادات، واي زول عارف النفقات سوى شو الحكومه الفاتحه الصرف زايده. بالنسبه لادواتها هي بتستخدم الضرائب طبعا، الضرائب لانه هي ممكن تعمل بها
يعني عشان تشتغل بها. لكن دائما السياسه الماليه عندنا في السودان هي سياسه توسعيه. سياسه توسعيه بعد يقول لك يا اخي المفروض نحن نوسع في في في, في الانفاق بتاعنا عشان احنا نحاول نزيد من مشاريعنا، نحاول نجابه الغلاء غيره في زياده مرتبات في غيره. فدي دي دي السياسه الماليه. السياسه النقديه بتختلف. السياسه النقديه دائما هي بتحاول شنو تتحكم في النقد الموجود. السياسه النقديه هي بتتحكم في شنو؟ تتحكم في الاحتياطيات النقديه الجايه من 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 الخارج، زائدا شنو؟ زائدا ذاته ال- 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 السيوله الموجوده في الاقتصاد. ادوات شنو؟ ادوات في السياسه النقديه العامه سعر اسعار الفائده، وطبعا دي موجوده هنا عندنا في السودان. ثانيا عمليات السوق المفتوحه الاو ام او، يعني مثلا يا اخي انها هي تحاول اذا حست انه يا اخي في ضيق بالنسبه للانفاق في الدوله، او بالنسبه يا اخي الموارد الموجوده في الدوله ما بتغطي احتياجاتها، فهي بتحاول توسع منها. لكن احنا عندنا هنا دائما يعني بنكون قاصدين السياسه شنو؟ السياسه الانكماشيه. ليه؟ لانه بنحاول بنشوف يا اخي دائما التضخم زايد. التضخم هو شنو؟ مع زياده في الاسعار، صح ولا ما صح؟ زياده في الاسعار معناها شنو؟ في سيوله زايده. نحن هنحاول شنو؟ نحاول نجيب السياسه الانكماشيه. السياسه الماليه هناك شغاله عكس شنو؟ السياسه النقديه. عشان كده دائما في صراع بين الاثنين. دائما بيقول لك يا اخي نحن عندنا نفقات كميه وما قادرين نغطي، صح؟ ده قاعد يحصل. البنك المركزي يقول له لا انا ما بقدر انزل، انا عندي نسبه بتاعت سيوله، انا رابطه بشنو؟ رابطه بالانتاج. عندي حاجه اسمها يا اخي التوسع النقدي، عندي حاجه اسمها الاتساع النقدي، عندي حاجه اسمها الزياده النقديه المجافه للانتاج خلال العام. دي مثلا تارجت معين انا بحدد. لكن طبعا السياسه النقديه دايره تغطي النفقات العاليه دي. حتغطيها كيف؟ يا اما بالاستدانه مباشره من البنك المركزي او من الجهاز المصرفي. صندوق النقد الدولي بيقول نسبه الاستدانه من وزاره الماليه، يلا جايك في النقطه الثانيه، نسبه الاستدانه من البنك المركزي المفروض ما تتعدى 20% خلال السنه. كلام ده واضح؟ يعني انا اذا منتج مثلا 80 مليون مثلا ما تفوت ليها اكثر من ما تفوت يا اخي نسبه الاستدانه دي اكثر من 20% منها، تمام؟ وتسدد خلال شنو؟ نهايه العام. كان بيحصل عكس كده، ودي المشاكله اللي هسه حصلت وادت لشنو؟ لانهيار انهيار الجنيه السوداني، لانه بقى في انفاق عالي جدا جدا، في نسبه كاش عالي جدا جدا. ففي صراع بقى حاصل في المساله. فعشان كده ده الفرق بين السياسه الماليه والسياسه النقديه. الناس يجي يقول لها سياسه ماليه هو طالج في باله وزاره الماليه، يقول لها سياسه نقديه في باله طوالي البنك المركزي. الحته بتاعت انه ما في فصل، غادي يقول لك يعني انه هو في فصل نوعا ما هنا في السودان، لكن السياسه العامه برضه بتطلع اللي هو يا اخي الحكومه الفوق هي اللي بتطلع تقول لهم لا تدوم، لا يقول لك لا نحن بنديهم، يقول لك خلاص نحن بنجيب من فوق، اي حد يقول لك نحن بنجيب من فوق. دي المشكله هنا. بابلو في ازينه ولا كده؟ في سؤال من الله برضه دقائق على موسى قبل ما نايم. قال لك التمويل اللي بيحصل ده كان تمويل بالعجز. كيف نوسع السوق في جميع مدن السودان وليس الخرطوم بس؟ السوق كيف يتوسع؟ السوق النقدي هاي ده الالكتروني. السوق بسرعة ما اعرف. التمويل طبعا التمويل بالعجز اصلا موجود وكان حاصل. معناه شنو التمويل بالعجز؟ التمويل بالعجز معناه يا اخي زي ما هسه انا حكيت انه هي الدولة بتستدين من الجهاز الـ من الـ من الـ البنوك التجارية من البنوك التجارية ومن من البنك المركزي. ده التمويل بالعكس. يعني مثلا بخطوا يا اخي خلال السنة دي عندنا احنا ايرادات 800 مليون، لكن بيلقوا الايرادات جابت مثلا 60 مليون، ال 40 مليون دي يمكن تغطيتها من وين؟ يمكن تغطيتها طبعا من الجهاز المصرفي. من الاستدانة. ده التمويل بالعكس. يعني اصلا الصراع صراع تمويل بالعكس. وده زي ما هسه انا حكيت لكم، يعني مثلا دايما يقول لهم يا اخي بيقول لك انا عندي سقف معك ما بقدر اتخطاه. لكن السقف ده تلقاه يتخطاه. دي مشكلة السياسة المالية والسياسة النقدية. دائما السياسة المالية بتحاول انها تجيب النفقات عشان تغطي. طيب عزيزي اضافة، انا داير احاول اطلعك من حتة الاقتصاد. تكلم معي عن بنك، تمام؟ البنك ده جهة تجارية. المثالية اللي انت بتتكلم بها دي ديس نوت حاجة في شغلي انا كبزنس. وانا في النهاية البنك ده انا ما فاتحه عشان خاطرك انت كمواطن، كويس؟ انا عندي البنك ده البنوك اللي في السودان دي كلها عموما مالكينها افراد، كويس؟ وفيها هياكل ادارية وفيها
أسهم بس كأنها ناس مختلفين عندهم مصالح في البنوك دي. فالموضوع نفسه شوي يعني إحنا دارين عايم للحتة بتاع أنا كبنك كويس أنا الدولة ما عندها بنوك هي في حد ذاتها تمام. الدولة ما عندها هي بنوك، البنوك الفكرة إنها بنوك تجارية وبنوك مستثمرة همها الأول والأخير الربح ما عندها أكثر من كده. مشاريع سواء كانت مشاريع بتاع التنمية أو حتى يعني تغطي العجز بتاعها كويس. فأنا ما أعرف تقريبا الاقتصاد بعيد تماما من موضوع البنك وجهة استثمارية بحتة كويس، والبنك الواحد ممكن يقفل لو إنه أصلا استثماراتي في البلد ما جاي بحقها. فكيف أنت برضو أنت ما حد تفرض لي المثالية أنت بتتكلم عنها دي على بنك، وإلا أنا خلاص عندي بزنس أنا حطلع من السوق. فكيف أعمل بلانس ما بين الدولة وبين القانون؟ ده تقريبا المطلوب لازم. طيب الموضوع ما حد يسبي مثالي أكثر من موضوع من صورة علمية، صورة علمية وعملية بحتة. السياسة هي على فكرة هي الممكن تخلي البنوك دي تشتغل بالطريقة اللي هذا العامة خلف مركز السودان يعني تحاول تعمل بلانس ما بين. إذا في سياسة ما يعني إذا في سياسة رشيدة، سياسة رشيدة هي سياسة رشيدة دي ما حاجة بتعمل بالانس ما بين كل الناس، مش بتعمل إمبالانس. ما هي أول ما تعمل إمبالانس تعمل عدم موازنة ما خلاص ده موضوع تاني. لكن إذا في سياسة يعني مثلا رشيدة بالنسبة لي يعني ترضي كل الأفراد، فما ظنيت حيكون في مشكلة في الحتة بتاعت يعني إنك تتوازن بين سياساتك العامة إنك أنت داخل تصل لشيء جهاز المسلم دار تصل له إن يوصل الناس للرفاهية ويوصل الناس للتنمية الاقتصادية ولغيره، لكن أنت بتوجه الموارد على حسب مشنو على حسب السياسة بتاعتك. إذا كان دعينا نتكلم بصراحة، إذا كان السنين اللي فاتت دي كل التمويل اللي توجه فعلا لجهات إنتاجية وحقيقية كان حنقع في المشاكل دي، ما كان حنقع في المشاكل، لا بالعكس كان البنوك حتربح وكان حنرفع اقتصاد. لكن احنا نتكلم عن السياسة العامة، إذا في سياسة عامة رشيدة حتعمل البالانس اللي احنا أصلا قاصدين، البنوك حيقدر تشتغل كويس، حتزيد من رؤوس أمواله، حتزيد من الوعاء الاستثماري بتاعها. لكن طول ما في يد خفية بتشتغل شغل تاني زي ما هو حصل في الفترة اللي فاتت فدي مشكلة كبيرة يعني. في سؤال هنا قال لي إنه مدراء البنوك الأجنبية أجانب ما سودانيين، هل ده عنده ريليفنت يعني؟ ما عنده اي ريليفنت في الكلام ده، لانه انا لما مشيت المانيا مدير دوتش بانك اللي هو ثاني اكبر بنك في المانيا هو هندي. الموضوع ده ما عنده اي ريليفنت في المساله، نحن لازم نطلع ذاته من مساله عباءتي انه ده اجنبي ما اجنبي. ما في سودانيين اداروا بنوك تجاريه في الخليج وهم سودانيين، هم مواطنين يعني. المسألة بتاعت انه ده اجنبي، الناس بتبحث عن كفاءات في النهاية يعني. تأسل لنا في بنك في بنوك كمية جدا جدا، اذا انت التفت لها انت لها هي البنوك المتطورة دائما يعني بتلقى منها ناس مدراء اجانب، لانه يا اخي انت في النهاية محتاج للخبرات العالمية الخارجية. فالمسألة بتاعت انه ياخد اجنبي وسوداني، نحن في النهاية دارين الكفاءة بغض النظر عن مسألة يعني. انا لما قال لي يا اخي مدير دوتش بانك ده تاني اكبر بنك في المانيا، لما قال لي هندي انا يعني ما كنت متصور، زهقت يعني بالمسألة. لكن ليه؟ لانه هو في النهاية زول كفء. اقول لكم حاجة صادمة، مدير او محافظ البنك المركزي الانجليزي هو ما انجليزي، هو كندي. فتحوا الوظيفة بتاعت محافظ للبنك المركزي بنك اوف انجلاند وما شالوا ذول بريطاني، شالوا ذول كندي. والقصة دي حقيقية ممكن تمشي تفتشوا عنها. يا شباب يا زينة خش سؤال، عرف نفسك بس قرب للمايك. السلام عليكم مجيد النور. طيب انا سؤالي في القصه بتاع تحويل الرصيد،
طبعا السنة اللي فاتت بنك السودان المركزي أقصد أصدر قرار قال إنه يا أخي السقف بتاع التحويل مثلا يكون من كده لكده، فقاموا قالوا يا أخي إنه لما الناس سألت وعايزة تعرف إنه فهنا إنه الرصيد ده كان بيحل مشاكل كثيرة للناس، يعني إنه قالوا القروش دي مفروض تمشي عن طريق البنكي وتتحول وتاني تمشي يعني تمشي بطريقة قانونية. قالوا يا أخي إنه الرصيد ده مرات بيمشي غلط ما يرجع عليك، مرات يمشي لزول ما تعرفه ما يرجع عليك، حاجة زي دي. فقاموا أصدروا قرار زي ده، المفروض القرار ده كان يصدر من الهيئة القومية للاتصالات، فقام القرار ده طلع من بنك السودان المركزي. فنحن ده نعرف انه يعني المشكلة شنو، انه كانوا قالوا يا اخي الكلام ده وتاني جا رجعوا في كلامهم. التحويل بتاع الرصيد ذاته هاي انا ما عارف الناس بتتكلم يعني القرار ده صراحة ما شفت لي قرار طلع من البنك المركزي خاطئ فيه شركات الاتصالات لتحديد السقف. يعني الناس قالت انه فعلا في تحديد، لكن التحديد ده تم من الان تي سي، تم من الان تي سي اللي هي الهيئة القومية الهيئة القومية للاتصالات يعني تقريبا. وبعدين شيء طبيعي جدا يعني كيف شركات الاتصالات تشتغل شغل موازي بتاع بنوك؟ ما ممكن الكلام ده يا اخوان، دي واحده من المشاكل. يعني انت واحده ممكن يكون من اسباب تسريب الكاش خارج الجهاز المصرفي انه ما بيجي خارج الجهاز المصرفي، البنوك بقت صغيره، طب ليه تبقى البنك عادي؟ يعني ممكن عن طريق انا اشيل لي 2 مليون 40 مليون، ما ممكن كلام بالمنطق كمان. يعني عمليا كده ما في، انا ما ظنيت في دوله في العالم ممكن تكون يعني بي 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 الشركات الاتصالات هي تبقى زي البنوك، الكلام ده ما منطقي. طيب بالنسبه لل معلش احنا بس الاحاطه في البدايه اللي هو القصه بتاعت رفع الحظر عن الشركات، اللي هو الكلام اللي بدينا به في البدايه انه في شركات حكوميه زي شركه زادنا اللي هي تابعه لوزاره الدفاع يترفع الحساب بتاعها من بنك السودان، والناس بتقول انه الدوره العميقه ما زالت مستمره. فالتوضيح انه بس البروسيجر شنو بالضبط؟ معلش الكلام ده قاعد تكلمنا عن فك الحظر بالنسبه لاستخدام المصارف، احنا قلنا ما في جهه خارجيه بتقدر يعني تتكلم مع البنوك ما عدا البنك المركزي، فبالتالي اي توجيه لازم يجي البنك المركزي، دي موارد لازم ترجع البنك المركزي، فبالتالي يا اخي عشان انا استخدم الحسابات دي لازم انا افكها، حتتفك كيف؟ حتتفك عن طريق البنك المركزي، ده التوضيح اللي انا قلت فيه في البدايه يعني. يعني انه مالك يا زاجي راجعين الدوله العميقه وبذلك؟ والله يا اخي الدوله العميقه ده انا ما اعرف قصه الدوله العميقه دي كانت زي الناس بربع كده يعني، عشان احنا اشتغلنا اي حاجه الدوله العميقه، الدوله العميقه ما احنا نقدر نشتغل زاجي يعني. اي سؤال ولا مداخله يا شباب؟ تعرفوا اي حاجه تحويل الرصيد البروش؟ هتكتب هتفك؟ تفضل يا شباب اسئله. السلام عليكم، محمد الحابس. انا ما عندي خبره في المجالات المصرفيه كده، لكن من المشاكل اللي كان قابلتنا في مساله الكاش دي يعني بقينا ما بنقدر نطلع الكاش من البنوك، فاتفاجأت بحاجه، كنا عندنا شيك 10 مليون عاوزين نكسره، ده تعامل ربوي طبعا. اوكي، الحاجه الصدمه انه المين بعلاقات كيف بتلفونات فتشنا لقينا الناس الدعم السريع قاعدين يكسروا شيكات، بيكسروا لك من 50 مليون لفوق، 10 20 مليون بيكسروا لك من 50 مليون لفوق، دي حاجه انا صدمتني. اوكي، يعني ما ممكن الحكومه زادت تكون شغاله كويس معك تقوم شغاله تكسر شيكات وفي نفس الوقت ده تعامل ربي وهم مانعينه، صح ولا ما صح؟ اوكي، الشيء الثاني انا داير اعرف يعني المشكله بتاعت الكاش كويس معاك، البنوك هي اللي كانت بتقدر تحل المشكله دي ولا الحكومه؟ فهمت؟ يعني انا حاسس انه الحكومه كويس معاك النظام السابق كان بيتحكم في البنوك. اوكي، ليه طيب البنوك يعني ما في ناس بيقدروا يعني يحلوا المساله بتاع الكاش دي يعني؟ فهمت؟ ده سؤالي. يعني المشكله هل من النظام زادوا من الحكومه زادوا فوق متحكمه في البنوك دي؟ كويس معاك؟ عشان كده الشيكات والكلام ده، المشكله دي يعني اتخلقت من وين؟ من البنوك ولا من الحكومه؟ واللي بيقدر يحلها منو كان؟ البنوك ولا الحكومه؟ شكرا. بالنسبه للمساله الاولى طبعا ده تعامل خارجي، انا ما حقدر اقول لك انه حاجه زي دي مثلا قاعد تحصل، لانه تعامل خارجي، التعامل الخارجي بيحصل في اي شيء، اي تعامل خارجي الجهاز المصرفي ده ممكن تتوقع منه يعني، لكن انا ما بقدر اكد لك حاجه زي دي، مع الوزير ما بقدر اكد لك. بالنسبة للمسألة قلت لك دي كلها سياسة عامة، إذا كنت حاضر من الأول دي سياسة عامة، هو كان ممكن تتعالج عن طريق السياسة العامة، احنا تكلمنا من الأول يعني.
انا واحد من الناس غايته متمني يعني انه الفتره الجايه دي تكون فعلا فيها حلول من 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 حكومه ديمقراطيه. نحن الحكومه الديمقراطيه بنقصد بها يعني انه ناس هي فعلا ناس فعلا مفكرين لحل المشاكل دي. يعني اجي رئيس وزراء فعلا مفكر في حل المشكله الاقتصاديه, في حل المشكله الخارجيه. اذا ما في حل عام المشكله دي ما بتتحل, لازم يكون في حل عام. يعني انا بتكلم عن السلوك بتاع الناس, بتكلم عن السياسه العامه, بتكلم عن الـ 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 الفكره العامه بتاعت الحل. الفكره العامه بتاعت العام اذا ما كلنا احنا اخواننا قادرين نحل المشكله دي بصوره عامه كويس. يعني حتى لو في مشكله احنا ما نعمق, احنا ما نعمق حتى اذا في مشكله. انا في حاجه من الحاجات يعني صراحه برضو انا كانت يعني ما كنت يعني متوقع. مثلا في فتره من الفترات كان استخدام الصرافات بالنسبة للدولارات, يعني كان بيتيحوا المسألة دي. كان في عملية بتاع هجمة بتاع الدولار, يعني الناس بتشيل الدولار ده وتمشي تسافر تجير تاني تراجع تبيعه وهذا. طبعا دي كان مسألة كبيرة جدا جدا. أنا واحد من الناس يعني قبل ما أنا ذاتي يعني أشتغل في بنك أو كده صراحة كنت شايف عملية غريبة. يعني ده ذاته هو ده في النهاية برضو نيجي نرجع تاني, ما نحن اي حاجه نحن نرميها على السياسه, بس برضه السلوك الخاص بتاع البشر برضه عنده اثر, عنده اثر كبير جدا. يعني الناس اللي اذا كان عنده 5 6 يا طاقات كده نتكلم عن الموضوع ده. اشرح والله الموضوع ده ثاني برجع اقول يعني دي بقت متاجره يعني اكثر من اي حاجه ثاني. اي حاجه زاد عن الاحتياج بقى متاجر, والمتاجر دي في نهايه بتاجر باحتياجان وباحتياجك وباحتياج الزول الثاني. يعني بقت المساله بتاعتي يقول لك يا اخي بالكاش بكده وبالشيك بكده. فدي صراحه يعني ده سلوك خاص, يعني سلوك بتاع ناس. يعني نحن تعال نرجع نقول يا اخوان احنا لازم نبدا الاصلاح ده بانفسنا نحن ذاتنا قبل ما نحن نبدا بسياساتنا العامه. نحن الان بدينا مرحله جديده, خليك من اللوم العام. نحن كنا اي صح تجي حكومه ديمقراطيه, حتى ذاته اذا جت حكومه ديمقراطيه زي ما هم بيتكلموا جت حكومه بتاعت كفاءات, من غير ما نحن ذاتنا نحن نساعده بسلوك لان احنا ما حيكون في حل. في حال الناس لازم تخطط الكلام ده في بال. وتاني ارجع ما في يد واحده بالصف اخواننا, الحل لازم يكون جماعي كلنا. في سؤال, انت في سؤالين جاوبتهم لكن نسالهم تاني بس, اللي هو الاول عن موارد المغتربين. انت تكلمت قلت انه يدوم حوافز مش كده؟ حوافز دي قلت لك دي حاجه عامه بتجي من الحكومه. يعني زي ما حصل الحكايه عن التجربه الاثيوبيه, لازم يكون في حوافز حقيقيه, حوافز بسكن, حوافز بسجلات تجاريه, حوافز باحفاءات ضرائب بالنسبه للاعمال. السؤال الثاني اللي هو حول التحويلات والكاش وتقليل استخدام الكاش, الدفع الالكتروني وحل مشكله السيوله. جاوبت عليه انت برضه كبير, لكن برضه ممكن تعمل ريفرش. انا اتكلمت عن الـ عن الـ عن التحويل الـ 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 عن طريق شركات الاتصالات. صراحة الكلام ده ما منطقي. يعني انت ممكن تخلق لك جسم تاني يشتغل شغل مصارف ذات, ما في دولة في الخارج بتسمع ذات في كلام, ولا حتى ذات في دولة دي تقول لك يا أخي بقى في حاجة. أي صح في أنظمة, لكن الأنظمة دي تتحكم فيها البنوك, ما تتحكم فيها في شركات الاتصالات. ما ممكن شركات الاتصالات تشتغل الشغل بتاع البنوك. داخل اخيره برضو عشان بدون ليه تزود. كيف الحال؟ بس عرف نفسك. طارق صديق, متخصص في اداره الاعمال. بس الموضوع انك كنت بتلوم الناس على اساس انه سلوك وما سلوك. قرب المايك. السلوك بتاع الناس مثلا التعامل في موضوع التحويل, برضو تحويل شراء الدولار والسفر به وكلام بالشكل ده, دي ما مشكلة. نحن كالناس كمواطنين في أي دولة في العالم من حقها إنها تتعامل. الإشكالية كانت وين؟ في إنه نحن برا النظام المالي العالم, ودي ما المشكلة تسبب فوقها المواطنين العاديين اللي بيتعاملوا عادي. بعدك أي طب عندها تبعات سيئة وأي حاجة, لكن السودان من التسعينات هو برا النظام المالي العالم. إذا معاملات حتى خليك من المعاملات التجارية, كان في ناس بطلبة, في ناس للعلاج, يهو إلا بالسلوك ده حتى أن الواحد يقدر يطلع القروش ويمشي إدعام. يعني معلش بس أنا ما راضي حتى أنه تلوم المواطنين العاديين في حين أنه السياسة الأساسية. أنا أصلا مفترض كان كمواطن في أي دولة تانية
ممكن يحول ماله عن طريق نظام المال العالمي جنرالي من غير ما تكون فيه مشاكل. فبالعكس نحن أبدعنا السودانيين في الفترة اللي فاتت أبدعوا إنه شافوا لهم حلول زي مشكلة تحويل الرصيد. أي هو ما كان بالطريقة الصحيحة لكن حلت مشاكله. يعني زول مثلا في ولاية بعيدة عنده زول مريض داري يحول له قروش. فالنظرة الاقتصادية البحتة والمالية البحتة ما نحن يعني يسعى كاقتصاديين ومفترض نعايل إنه الناس دي ليه عملت السلوك الخاطئ اللي انت بتقوله ده. دي بس مداخلتي اللي حبيت أقوله. لكن المشكلة ما نحن ما المواطنين ما المواطنين في الدولة هم يسببوا. الدولة تسببت في إنه طلعتنا نحن كمواطنين سودانيين من النظام المالي العالمي. ما حنعيش يعني ابدعنا نحن بالعكس. دي انا ما سلوك بالرغم من انه هي اقتصاديا خاطئ لكن حلينا مشاكلنا. نحن دايرين الناس تعيش بغض النظر عن الحسابات بتاعت انه دخلت فوق تجاره وكلام بالشكل ده لكن حلت اشكاليه للناس اسهمت في علاج ناس اسهمت في تغير مستقبل الناس في انه زول عنده طالب برا ما قادر يطلع له قروش هو إلا بالوسيلة القتالية. فمعليش بس حكاية إنك تلوم المواطن العادي إنه أبدع إنه حل مشكلته عشان يعيش وعشان يتعالج دي بس ما معك فوق يعني. معليش أنا ما لونت أنا ما تكلمت بالتلويم لكن أنا قبل ذكرت في أخي تكلم عن عن التحويل الإلكتروني هنا وذكرت المشاكل بتاعته وحكيت عن انا ما معك انا معك قلت لك من غير انفراستراكشر ما حيكون في حل. لكن المساله دي ما بعدين بقت شنو حتى لما بقى في انظمه بتاع التحويل الناس بقت برضو ما قاعد تستخدم صحيح ولا ما صحيح. لا التطبيقات دي خلينا الموضوع التطبيقات دي لما بقت موجوده الا لما انقفلوا القصه بتاع التحويل الرصيد ده حتى بعد ذاك بقت الناس تستخدمها. كلام صحيح ولا ما صحيح؟ الحاجة دي كانت حاصلة. التطبيقات دي الناس اكتشفتها كيف؟ اكتشفتها لما حست إنها ما في حل غير الموضوع ما في حل غير الليميتد محدود الناس اتوجهت لها. أنا مش بلوي من الناس لا والانتشار الجغرافي هو المشكلة. احنا دولة كبيرة الانتشار الجغرافي بالنسبة لنا هو المشكلة. ما دقيقة انا دار اوريك الانتشار الجغرافي انا بحكي لك في بالفهم العام يا اخي دار اقول لك الانتشار الجغرافي طبعا بالنسبة لنا مشكلة لكن كمان نحن لما نبقى عندنا الحل ما معناه نحن نواصل في المشكلة صح لا ما صح. نحن لما ما يا أخي تحسي اللي أنا بتكلم لك عن تحويل الرصيد تحسي اللي خلطت بين حاجتين خلطت بين المستوى المحلي والمستوى العالمي. المستوى ما بوصف زين كيف بوصف زين أنت كيف تتكلم عن لوكال كرنسي وتتكلم عن هارد كرنسي صح لا ما صح. الهارد كرنسي هسي يعني مثلا علاقة الإمبارجو اللي أنت تتكلم عنها علاقة الإمبارجو اللي أنت تتكلم عنها علاقة شنو باللوكال كرنسي الآن اللي هو مثلا تحويل الرصيد عن طريق المصارف. أنت زوري أنت وضح لي علاقة اللوكال كرنسي بالهارد كرنسي بالنسبة لشركات الاتصالات علاقة شنو؟ بقول لك نحن ادي المايك برا النظام المالي العالمي. Do you know what is it? What does it mean? يعني شنو كدول مصرفي؟ إنك أنت كدولة برا النظام المالي العالمي. المال العالمي معناه بتكلم عن هارد كرنسي بتكلم عن ما دقيقة انت هسي الليلة عايز تربط لي مثلا انا زول داري حول لي مبلغ بتاع طالب للأبيض علاقته شنو بالنظام العالمي يعني انت حرف ذات النظام العالمي المالي شنو. دي واحدة انا قلت لك لكن برضو موضوع التحويل بتاع الصرافات وانه الناس كان في واحد بيقطع لك تذكرة عشان يمشي بس يسافر 500 جنيه و5000 اوكي اوكي نفس القصة هنا ما نفس المنتاليتي اللي كانت بتدير علاقاتنا المالية الخارجية نفس المنتاليتي اللي بتدير العلاقات هنا واللي هي البنك المركزي. وواحدة من الأخطاء الكبيرة يعني انك تحاول تحدد السيولة اللي بتعامل بها حجم السيولة اللي بتعامل بها الأفراد الشركات أو المؤسسات ده خطأ كبير بما انه النظام المالي العالمي ما بحدد
صفي معين للتحويلات لتعاملات الافراد ولا الاشخاص. ما لم ما ايوه الطريق اوكي. المشكله في الطريق، المشكله ما في انه انا مثلا عندي انا كطالب، انت لما مشيت حضرت برا صح، كانوا بحول لك القروش كيف، كان في طريقه غير الطريقه يعني هي إيه؟ اوكي المهم اوكي. في ناس عيانين مثلا، عندك زول في الاردن وده الاردن، انا تكلفه العمليه في الاردن ب$10,000 اوكي. ما حقدر هو الا سفر لي 5-6 انفار عشان اتحصل على المبلغ ده. الفزين هو العمليه هناك تجيب، في حين انه لو النظام كان ما عليه سي المال المتبعينه ما كان المشكله دي حصلت لاي مواطن عادي. وانت كدول مصرفي، في ناس افراد بيحولوا بلايين العملات يعني من سوق مالي لسوق مالي فور اكزامبل ويزن ثواني. ليه نحن محظورين من الحاجه دي؟ ودي ما سببنا فيها نحن بسلوكياتنا الخاطئه، نحن دي كانت حلول لمشاكلنا، لانه ما كان يعني وين البزنس في السودان هسه، ولا وين الوضع الاقتصادي ولا الرفاهيه؟ مشاكل بتاعت حاجات البيزك نيدز. نفس الكلام ده، نفس البروسيس دي بتنطبق على تحويل الرصيد. انه القصه بقت في ناس عندها ناس زول شغال في الخرطوم هنا، عنده زول عيان في لبيط ولا في دنقلة ولا في الفاشر ولا في بورسودان اوكي، وعارف براك الخدمات الصحيه النظام كان ماشي في اتجاه خاص، خاصه يعني كان ما وديت عياده خاصه زولك ده ما حيتعالج. ف يعني حته انه نحن نعايل الجانب انا دايرك كمصرفي تعايل للصوره الكبيره ما الناحيه المصرفيه بس، ده نقطه تعقيب. انا معجب بكلام زول ده شديد وزعلان منك انك انت بتحمل. محمد عبد الرحمن محمد مهندس مدني، دار ارجع بكلام زول ده نفسه قاله. تفتكر لا انا سؤالي بسيط، تفتكر انه الليله لو في نظام مصرفي معتمد وثقه من الشعب في الدوله، الناس دي كلها ما حتخد قروشها في البنوك؟ الناس البرة ما حتحول دولارات واسترليني ويورو على البنك؟ اذا معناها انت اصلح نظامك المصرفي بعدين تعال حاسب الشعب السوداني. انا برضو لهذه النقطه يعني في حاجه يا جماعه، في كلامك انت في حاجه تمرض الطالب يا اخي. انت بتقول مثلا زول يقطع تيكت يطلع برا وزول في لبيط هنا، الحاجه دي عالميا ما بتطربط عالميا كده، ما انا ما عارف في ترابط المساله دي كده. انت كلامك ده ما انت قلت كلامك، انا اجاوبك. حل المشكله اوكي. موضوع المايكرو فاينانس ده نشا، اتبناه النظام المالي العالمي نشا في بنغلاديش صح؟ معاي في الكلام ده وعارف المعلومه دي كزول بانكر. نشا في لوكال، ناس براهم من عندهم حاولوا يعملوا التمويل الاصغر والكلام بالشكل ده، اتبناه البنك الدولي. ليه نحن الحلول اللي اكتسبناها دي بقت يعني احنا ليه نندمج؟ ليه ما نعمل حاجه البنك الدولي يتبناها بدل نتبنى مثلا سياسه البنك الدولي؟ بنغلاديش دي افقر دوله في العالم يعني، من ناحيه موارد، من ناحيه عنصر بشري، من ناحيه موارد اقتصاديه، من ناحيه موارد طبيعيه، بالاضافه للمشاكل البيئيه اللي بيواجهوها. لكن الفكره بتاعت المايكرو فاينانس انت كبانكر عارف تماما انها نشات من وين؟ على الغرة بتاعت بنغلاديش مش في المدن. جاء نظام حسا متبنى من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي متبنى فكره المايكرو فاينانس. ان احنا حته انه ان احنا نحاول نعمل زي ما الناس برا دي مشكله، نحن نعمل ليه ما عندنا استغل اوكي. فدي بس النقطه بتاعت انه نلوم الناس زي ما برضو كانوا بلوموا الشباب الفتره اللي فاتت، بلوموا الشباب ده لاولاد ميكي، ده لاولاد صالح، ده لاولاد السيستم. المنتاليتي دي يا جماعه لازم تزول من عندنا. اللينك بينهم اثنين الاثنين يعني. احنا زي ما الفكره حسب بتاعت بنغلاديش دي نشات حل لمشكله لوكال داخليه،
تم حتى تبنيها بقت حتى يعني بالنسبة للمؤسسات المالية الكبرى معتمدة، المؤسسات المالية الدولية أوكي. لكن ثانيا يعني أنا ما أعرف هو زول كاقتصادي حتتين إنه يفرق بين الانترنال والإكسترنال ما ممكن. عندك الجي دي بي تحسب كيف الناتج القومي الإجمالي أوكي، عندك مثلاً البالانس بتاع الدولة كله مقابل الصادرات والواردات. طلعت من النقطة الرئيسية. ما أنا داير أقول إنهم بيحاولوا يفصلوا. أنا تقييمي الناتج القومي بتاعي بيتم مقابل ما دخلته من الخارج وما دخلته وما دخلته من الخارج وما أخرجته من الداخل. بالفهم البسيط. أوكي. حتتين أنا مثلاً يعني أنا قلت لك بروسيس. ما قلت لك إنه مفترض تحصل أو ده الحاجة الصحيحة. النقطة الأساسية اللي أنا دار أقولها إنه الناس المواطنين العاديين بيحاولوا بغض النظر عن التنظير بتاع سياسات الدولة وإنه نحن نكون ملتزمين بتوجيهات السياسات اللي بتتقال في مثلا صندوق النقد الدولي أو صندوق أو البنك الدولي والقصص دي right now حتى هم بيدوا يتخلوا عنها، هم بيشوفوا الناس اللوكال بيحاولوا يحلوا مشاكلهم كيف وهم يساعدوهم فيها، مش تجي سياسات من برا بمنتاليتي جاي من برا وما عارف الواقع بتاع الناس اللوكال ويحاولوا يدوهم سياسات وبرامج تحاول تحل لهم مشكلتهم. وتم تجربتها كثير في من الدول واجهت بمشاكل حتتي انك مثلا انت داير تجي بمنتاليتي بتاع الدولة المتقدمة على أساس ما لين نطلع بعيد من النقاط، ما لين نتكلم عن كل الاقتصاد والعالم، إحنا الموضوع بدانا عن المصارف والكاش. المصارف أنا بقول إنه ما في فرق بين البروسيس اللي اتعاملت بتاعت الكريديت أوكي بإنها خاطئة، يعني إنه زول يحول قروش من هنا للأبيض أو لأي دو أو مدينة في من الخرطوم برا يعني وزول مش يتعالج في الاردن وزول يمشي يتعامل في الاردن خلاص نفس البروسيس. واقتصاديا يعني احنا ما ممكن نفصل بين الانترنال والاكسترنال، والموضوع بتاع سعر الصرف ده برضه فيه كلام، حتى فيه انك يعني مثلا الاكسشينج ريت سعر الصرف كبنك دولي كبنك مركزي انت بتتحكم بسعر الفائده مثلا على حسب علمي يعني مثلا حتى الاحتياط الفدرالي الامريكي عشان يزيد ولا ينقص في قيمه العمله تجاه العملات الثانيه الدولار الامريكي ما بيتدخل في انه يحدد سعر معين لانه الدولار مقابل العمله الفلانيه يكون كده، فقط من خلال تحكمه في سعر الفائده بتاع العمله بتاعته وبتوجيهات الاقتصاديه irrelevant للنقاش. النقاش بتاعنا هنا مهم لكن حتتين انا بقدر افصل بين السياسات يعني بين التعاملات اللوكال والتعاملات الخارجيه صعب تمام سواء بالعمله المحليه او بالعمله الخارجيه الحاجه مترابطه اتاكد المترابطات مع بعض تمام. احمد بالنسبه لنا شكرا جزيلا. بالنسبه لل انا اقول لهم طبعا بعدين يعني انت فتحت طبعا كم جبهه فتحت صرف يا سعر صرف ريت ومايكرو فاينانس وانترنال وكسترنال انت الشغله خلطه شديد وابس والكترونيكس. انا بعد هنا حقعد معك لانه الكلام ده انت في موضوع دخل حتى ذاته اخور ده حاول يوضح لك لكن المساله يعني خلطه. انا بس اجاوب حاجيك انت ده بعد لانه حختتم بالمداخله دي. بس الحياه الثلاث تكلمت انه سياسه عامه سلوك سياسه عامه وسلوك شنو؟ سياسة عامة وسلوك وده كان بالنسبة للمسألة. الحل لازم يكون طبعا من السلوك الفردي اول السياسة العامة طبعا بعد ذات نحن ذاتنا نكون فعلا الحكومة المدنية لازم نحن ذاتنا نبادل يعني احنا نكون بالجانبين يعني قلنا واحدة ما حتصف اخوانا حتى لو في سياسة عامة وما جات معاها سلوك فردي نحن نعالج به ما حيكون في حل لازم نحن نقتنع تماما الحل زي ما هو بيجي من فوق لازم برضه يكون في حل من تحت. دي الحاجه اللي انا قلتها يعني اضبط عليها. طيب في اي سؤال ثاني ولا مداخله شباب؟ الليله
الليله اللايف بتاعنا كان مع اخونا احمد محمد ابوشوك هو من بنك السودان مصرفي، وكان بدينا في اجابه لسؤال بتاع انه ترفع الحظر على بعض الحسابات من ضمن الحساب بتاع زادنا التابع لوزاره الدفاع، وانه والله الدوره العميقه شغاله وما شغاله والى اخره، والكيزار لسه شغالين. هو وضح للناس انه عشان القروش تجي راجع الخزينه بتاع الدوله لابد انه يتم كاجراء رفع الحظر على الحساب عشان القروش ترجع لخزينه الدوله، فانه القصه بتاع الدوله العميقه والكونسبيرسي ثيوري الموجوده في اسعار الناس دي ممكن تكون مضره للناس. بعد تكلمنا عن التحويل الرصيد وعلى السياسات الماليه والسياسات النقديه ولا وكيف الناس تجذب التحويلات بتاعت المغتربين عبر الحوافز زي ما حصل في اثيوبيا، وتعرض لتجارب برضه بتاعت الهند في انها فتحت سوق للمضاربه لامتصاص العمله مش كده الموجوده الفائده في السوق والى اخره. دي كانت الاسئله والاجوبه الاطار العام يعني بتاع الموضوع. في اي زول عنده سؤال عشان اختتم الجلسه، الزول ده عنده ليت، في اي سؤال ولا مداخله؟ طيب بكده احنا نختتم ان شاء الله اللايف الاول او النشاط الاول بتاعنا، الباحثين السودانيين في منصة اعتصام القيادة العامة لليوم 9/5/2019 الرابع من رمضان. السلام عليكم ورحمة الله.